البروفيسور علاء عامر المستشار القانوني لنقابة المهن الموسيقية القرار الذي أصدرته النقابة منذ قليل بمنع التعامل مع مروان بابلو باعتباره أحد مؤدي الراب على خلفية تغيير كلمات الابتهال الديني للنقشبندي مولاي خلال حفل بابلو أمس بالمنارة. وقال علاء عامر في تصريحاته أنه تم توقيع العقوبة على مروان بابلو بالرغم من أن مغني الراب الفلسطيني عدي عباس المعروف بشاب جديد هو الذي قام بتغيير كلمات ابتهال مولاي على المسرح لأنها حفل مروان بابلو وكل ما يحدث في الحفل يخصه وكان يجب على بابلو أن يقوم بمنع شاب جديد عن ما يقوله أو حتى الاعتذار عن ما قاله بعد الحفل. وعن سبب عدم توقيع عقوبة على شاب جديد قال علاء عامر لا دخل لنا به فنحن لا نعرفه ولكننا نعرف مروان بابلو الذي حصل على ترخيص لإقامة هذا الحفل والثنائي ليس أعضاء لدينا ولكن بابلو يحصل على ترخيص يوم بيوم حتى يتمكن من إحياء الحفلات. وشدد علاء عامر أن النقابة تابعت حالة الغضب التي انتابت المصريين بسبب تغيير كلمات ابتهال النقشبندي لارتباطهم به خاصة بابتهالاته في شهر رمضان الكريم، لذا فكان يجب علينا اتخاذ إجراءات صارمة ضد هذه الواقعة مؤكدا أنه لا يجوز لمروان بابلو بالتظلم على القرار كونه ليس عضوا بالنقاب. يذكر أن مغني الراب الفلسطيني شاب جديد أثار جدلا كبيرا بعد مشاركته في حفل مروان بابلو الذي أقيم أمس الجمعة 1 أكتوبر وصعوده على المسرح وغنائه لابتهال مولاي مع تغيير كلماته لتكون مروان يا مروان إني ببابك قد بسطت يدي. وكانت نقابة المهن الموسيقية قررت منع التعامل مع مروان بابلو باعتباره أحد مؤدي الراب. وجاء في بيان من النقابة أن مروان بابلو ليس عضوا بالنقابة كان يحصل على التصريح ليوم الواحد. وأكد البيان أن نقابة الموسيقيين أخطرت كافة الجهات والهيئات والمتعهدين بهذا القرار لأنه تناول في إحدى حفلاته ابتهال ديني ثابت ويحمل معاني روحانية وقيم سامية لدى المصريين واستهان بهذا الدعاء بابتزال وأفرغه من محتواء الأخلاقي وجعله كأنه عن ذات المؤدي فضلا عن تناول الفيديو ألفاظا خرجت عن كل الأخلاق والتقاليد الحميدة وهو الأمر الذي أصاب المصريين بخيبة أمل. عزيزي المشاهد إذا أمر بالشاهد قناة ثقافة ومعلومة لا تنسى لايك والشارك في القناة مع تفعيل الجرس يصلك كل جديد. مع أجمل ورقة تحياتي وتحيات أسر الثقافة ومعلومة. تابعونا.